اينما وليت وجهك في العراق هناك ازمه ومعضله تقابلها سياسه متخبطه للحكومات المتعاقبه التي تعتمد بالعاده حلولا ترقيعيه لا تقترب من اصل المشكله على ذات النسق سارت حكومه الكاظم بمواجهه الازمه الاقتصاديه الراهنه فالرجل الذي اتت به الاحزاب حرص على عدم المساس بمصالح الاخيره ولا الاقتراب من خطوط نفوذها. فشكل حكومته وفق مبدا المحاصصه وترك حيتان الفساد التي نهبت ولا تزال موازنات العراق الانفجاريه واتجه نحو المواطنين ليدفعوا ثمن ازمه سببها الفساد المتفشي في دوائر الدوله وفشل السياسه الاقتصاديه ككل على مدى 17 عاما. اخر انجازات الحكومه الحاليه تفعيل الضرائب على المواطنين وبدء الاستقطاعات من رواتب الموظفين اللجنه الماليه النيابيه تحدثت عن محاولات لتعديل النسخه الاخيره من قانون استقطاعات رواتب الموظفين لسد العجز الكبير الحاصل في موازنه العام الحالي مؤكده ان البت بمصير ضريبه الدخل مؤجل حاليا كونه يتضارب مع قانون الضريبه رقم 113 لسنه 82 وتسعمائة وألف، وهذا برأي كثيرين سيسبب كارثة اقتصادية، خاصة أن رفع سعر صرف الدولار قد أثر على القوة الشرائية، واستقطع 20% من رواتب الموظفين. لجنة الاقتصاد النيابية تحدثت عن خلافات مستمرة على بنود الموازنة، ما قد يؤجل إقرارها شهراً آخر. خطوات حكومه الكاظم التقشفيه يرى العراقيون انها تستهدف المواطن البسيط فحسب لا سيما انها اتت تكمله لقرارات كانت محل انتقاد شديد كرهن النفط العراقي والبيع بالدفع المسبق او الخصخصه الشامله لمؤسسات الدوله وجعل البلاد رهينه للشركات بالاضافه الى اثقال كاهل العراق بسياسه اقتراض طويله الامد لحل الازمه الراهنه التي تبدو الحكومه عاجزه عن التعامل معها ليدفع اقتصاد العراق مره اخرى الى الهاويه